اليوم نريد نشوف نخلي الناس المؤمنين يشوفون انه حالك شلون، حتى وان الارهابيه الناس الوهابيه التكفيريه خلي يشوفون حبه للبيت شنو يسوي. اهلا وسهلا بكم يا اخي. هو غير حبه للبيت، هو جاء من هنا. لو ما نحبه للبيت ما نجي هنا. انت قطيع الكفين، شلون قاعد تشتغل؟ الحمد لله لا اشتغل، خير من الله. شنو اللي يخليك قاعد تشتغل؟ محبة لله ولرسوله واهل بيت رسول الله. والله هاي الجاي يجي من اللي هنا. ما تعبان؟ لا والله ما نتعب. انا بالبيت ما اقدر اشتغل ذاك الشغل، بس هنا لا خير من الله. اذا بالبيت ما تقدر تشتغل هنا شنو؟ لا نعمة خير من الله، حب اهل البيت يخلينا اشتغل. حب اهل البيت هو اللي يخلينا اشتغل هنا. سألك كم يوم تخدم هنا؟ صار لنا 5 ايام. ما شاء الله. واقف على الوقت؟ لا الحمد لله خير من البركات اللي جيت هواي، خير اللي جيت كثير ان شاء الله. زين شنو تحب تقول للمشاهدين قناه المهدي؟ اكو ناس البعض تخوفوا من الطريق. لا ماكو شيء ان شاء الله، ان شاء الله ماكو شيء، اقول لهم خلي يجون. اقول لهم خلي يجون ماكو شيء، خير نعمه بركه. ان شاء الله الناصر حليفنا ان شاء الله. ما يظل داعش هنا ان شاء الله، ان شاء الله يندحر ويطلع من العراق. زين. كنت متصور انه هاي الاعداد اليوم تتواجد هنا بمدينة سامراء وهذا صار تحدي؟ والله هو تحدي وان شاء الله، يعني اذا نتصور قليل بس هو يجي اكثر. احنا كنا ما نتوقع هالقد ناس تجي، بس نعم الناس عندها خير وبركه وجاي تجي وتخدم كلها جاي تجي. ما شاء الله ما شاء الله. زين انت بهاي الحاله قاعد تخدم هاي الزوار، شنو حاجتك من الامام؟ افتح لي قلبك واردك تحكي. والله حاجتي رضا الله، هاي اللي اريدها ما اريد غيرها. الله يحسن عاقبتك ان شاء الله. ان شاء الله الله يتقبل ان شاء الله طاعاتكم ويغفر لكم ان شاء الله. ورحمة الله وبركاته. الله عليكم وأجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. العالم الإسلامي والإمام الحجة المنتظر ليوفق باستشهاد والده الإمام الحسن العسكري سلام الله عليهم أجمعين. الأخ هسه وكذلك قبل دقائق لاحظنا حالة من الحالات أنه مهما يكون من الواجب، يعني حس هذا فالتكليف شرع عليه أنه يخدم الزوار. خلني نسمع من الأخ ونتعرف عليه وسبب خدمته وكذلك سبب مجيئه الى هذا المكان المقدس. كل سنه احنا نجي نخدم وخدام الامام حسن العسكري والامام علي الهادي سلام الله عليهم وزواره. رحم الله والديك. سبب مجيئك الى سامراء اريد المشاهد يعرف، اريد حتى المخالف اريد يعرف. احنا هاي تحدي تحدي، يعني احنا يعني واي واحد قالوا هناك ترى كذا الموجودين داعش وغير داعش مدري شنو، قالوا احنا نروح كلنا اخواننا وكل منطقتنا واهل الصنف كلهم، يعني سوق الصفارين كله هب اجى، يعني اكثر، يعني احنا هاي الزياره اكثر من كل مره، اكثر من كل سنه، يعني احنا كل سنه جايين من صار وهذا كل سنه الا هاي السنه اكثر. ايه هاي بركه محمد وآل بيته محمد. انت شايل الغراض وشايل هذه صحيح. ايه هذه تعب عليك؟ لا لا ماكو تعب هاي، لا هذا لا لا هذا ماكو تعب. هي هاي الخدمة احنا نتمناها، يعني ايه واجب واجب مقدس وغصبا ما علينا، مو بس واجب هالشكل. اي هاي رحم الله. يعني هو بعد ان شاء الله جندي من جنوده، نتمنى هذا اعلى شيء يعني ونتمناه ونموت يعني نستشهد في سبيل الدين، يعني اهم شيء هو الدين، واحنا جايين نحيي هاي الشعيره هاي، يعني من امن بالله واليوم الاخر وحب محمد وآل بيته محمد. رحم الله والديك. لكم هذه الخدمة مولاي. رحم الله عليك. ادوار روحك.